السلام عليكم، كيفكم؟ طمنا عنكم، ان شاء الله بخير. واليوم رجعت لكم بمقطع جديد لحتى اخبر الناس اللي بيسالوني كثير انه يا احمد وين التحديث تبع لعبه تراكرز اوف روبي 3؟ ليش ما نزل التحديث؟ ايمت راح ينزل؟ وفي ناس كثير عم بيقولون انه في اقتراحات جديده يمكن للعبه، انه راح يضيفوا شاحنه الاسكانيا بعد شاحنه الداف وما بعرف شو. طبعا يا جماعه الخير، بفيديوهات سابقه قلت لكم انه اللعبه هلا حاليا عم تتطور، واخر شيء حكوا فيه المطورين انه راح يضيفوا الطرق المتعرجه اللي هي الرمليه والصحراويه، وبنفس الوقت راح يضيفوا لنا مكان تاخذ منه مثلا حمولات حجر ومع حجر واسمنت. فيا جماعه هذا الشيء كان عم يشتغلوا عليه اخر شيء. بالنسبه لمدينه جديده كمان راح يضيفوها واللي هي مدينه المانيه اسمها شوتغارد. طبعا يا جماعه هاي الاضافه راح تنضاف مع الطرق المتعرجه بنفس الوقت، يعني بتحديث واحد. فيا جماعه الخير، مثل ما شايفين قدامكم بهالرساله عم بحكونا المطورين انه نحن هلا حاليا عم نشتغل على الطرق الجديده وبنفس الوقت على المدينه الجديده اللي هي شوتغارد. فيا جماعه الخير، عم بيقولوا لنا هون انه بيعتقدوا يعني رح ينزل التحديث بخلال اسبوع او اسبوعين بالكثير ان شاء الله. فيا جماعه الخير، بس ما نزل التحديث رح اخبركم مباشره. هي بالنسبه للناس اللي على طول بيسالوني انه وين التحديث وايمت رح ينزل. وبالنسبه لباقي الاشياء اللي قلتوا لي عليهم، مثلا شاحنه الاسكانيا او في شاحنه ثانيه رح تنضاف مدري شو، فهلا حاليا على جدول الاضافات رح يصير بعد هذا التحديث اللي عم بحكي لكم اياه اللي هو الطرق والمدينه في شاحنه الداف. شاحنه الداف يا جماعه رح يضيفوها كمان بس بعد الطرق المتعرجه وبعد المدينه، تمام؟ بالنسبه للشاحنه الثانيه، الناس اللي قالوا لي انه رح يضيفوا شاحنه الاسكانيا، فيا جماعه الخير في صور انتشرت انه رح يضيفوا شاحنه اسكانيا جديده مدري شو، فهي ما هي شاحنه يا جماعه، لا، هي الاضافه رح تكون فقط للاناره او تبديل للالوان الداخليه تبع الكابين الشاحنه. ففي ناس كتير فكروا انه رح يضيفوا شاحنه جديده، ان شاء الله بس من صار في اخبار جديده كمان رح اخبركم وما رح اقصر معكم. والله يا جماعه الخير وصلنا معكم نهايه المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا، سامعونا صلاح محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك واشتراك وتفعيل زر التوصيل كل جديد. بترككم بامان الله وسلام.